نهاركم زين. ان شاء الله جيتكم اليوم في اكله في فضريفه، راح نديروا مع بعض روز اكسبريس. واش نحتاجوا لهذا الرز؟ نحتاجوا له بيان سور الرز، انا الكميه اللي حبيتوها. انا كيلت الرز ديالي بهذا الكاس، تكيلوا باسكو من بعد هنا يعني ما نستعمل الرز مفور، يسمى كاس رز بثلث كيسان ما. دونك على بها وريت لكم الكيله. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا انا هنايا درت زروديه، درت كورجيت رابيتهم، درت حبه لفت غابي، حبه فلفل حار، تقدروا تروحوا مقطع رقيق، تقدروا ديروا في بلاصتها فلفل الوان احمر ولا اخضر، فلفل حلو. انا من بنتي ما تحبش فلفل حلو دونك درت فلفل حار. نسحق حبه بصل صغيره، نسحق حبه طوماطيش كبيره مقطعه، الثوم، زنجبيل اللي ما عندوش ما يديروش، رند وزعتر. ونحتاج تاني كميه نتاع بولي هاشي. دوك اللي ما عندهاش البولي هاشي تقدر دير دان، تقدر دير لحام، تقدر دير مورسو دجاج ولا مورسو لحام، ولا ما ديرش كامل، كم تقدر تستعمل الطون. دوك حاجه الاولى اللي نديرها، انا درت الماء تاعي يغلي، ندير شويه تاع مارغارين هنايا في لاكاسرول، ندير شويه زيت زيتون. اللي ما تحب زيت زيتون تاني واش دير؟ دير زيت عاديه هكذا اون كونتيتي، ونديروه يدوب فوق النار ونعاودو نولو. دوكايا كي دابت الزبده تاعي مع الزيت، واش ندير؟ ندير الرز تاعي يتقلى باش يشرب لي هذيك الزبده وهذيك زيت الزيتون وياخذ لي بتيت كولور. الماء تاعي اللي حنمرق به راهو يغلي، دونك هكذا نخليه يشرب، يشربوا دوك الحبيبات هكذا، ياخذ لهم بسيت كولور كما يقولوا ابان، يشرب لي شويه النكهات هذوما تاع الزيت والزبده، يتغلف. ونكيل له ثلث كيسان تاع ما، قلت لكم ما تاعي راهو يغلي. ندير له الماء الغالي، واش نحط له ثاني؟ نحط له زعتر والرمل هكذا، ونحط له كميه تاع الملح، التوابل ما كلف بيسك حنديرهم في لاصوص. فوالا شويه تاع الملح باش ما يطيبلناش صامط هكا. انا راني حابه الرز تاعي يكون صفر، دونك واش حندير له؟ حندير له زعفران هدايا تاع لي باكي، فوالا نزيد نخلط بوغ افواغ اون كولور. دوك هنايا خلاص هاو شرب لي هذيك الزيت، شوفوا ما عندي لا زيت لا والو. دوك هنا نكيل، ناخذ الماء تاعي بلاك وسخون، نكيل ثلث كيسان ما ونمرق ونخليه يطيب. دوك ناخذ الطنجره تاعنا اللي نطيبوا فيها لاصوص اللي ترافقوا، واش نحطوا؟ حطيت شويه زبده وشويه زيت، زيت زيتون توجو خدمت بزيت زيتون، قلت لكم نتوما واش تحبوا. دوك نخليهم يدوبوا، بعد نحط الكميه تاعي نتاع البولي هاشي. قلت لكم اللي ما يحبش البولي هاشي ما يديرش البولي هاشي، يدير واش عنده في الدار. عندك طرف دجاج ديريه برك لا كويسون هاي تتبدل، عندكم اللحم ديروا اللحم، عندكم الوسمو، عندكم الطون ديروا الطون، وشنو الطون خلوه مع التالي. اسمو اللي تحب دير بالطون، الا هنايا تقلي الخضره تاعها طيب الخضره ديالها، والطون تخليه مع التالي كامل كي تطفي ونخلطو كلش نديرو الطون. من بعد نوريلكم واش من المرحله. دوك هنايا نطيب الدجاج تاعي هكذا، نخليه يطلق شويه بنتو، راني زايده الفرن هنايا في هاد لاصوص، ما تنقصوش الفرن تاعكم، خلوه زايد. فوالا هنايا او بدا يطيب الدجاج تاعي، نجي نحطو ديريكتومون. شوفوا عندي طوماطيش، سكنجبير، ثوم، بصل، رمد وزعتر، نحطهم ضربه واحده. اش قلت لكم روز اكسبريس هذا؟ واش نزيد ثاني؟ نحط لي ليغوم تاعي الاخرين، الكورجات، وما تنقصوش الفرن باش ما يطلقوش بزاف معاهم. فوالا ونزيد نحط
حطيت الكورجات الزروديه ونزيد نحط حبه اللفت تاعي اللي ما ياكلوش ولادها اللفت ديرها وما تخافش رايحه تذوب تمد حلاوه والبنه ما تدعمش. واش نديرو هنايا؟ نديرو بغرف تاع لاموطارد باسكو خدمنا بالدجاج ولا خدمتو بالطوم ما ديروش لاموطارد. ندير مغرف تاع لاموطارد الروس تاعي من هيك هاوي طيبه. ندير توابل الدجاج تاعي بيسك خدمت بالدجاج كي تخدموا بالطون ديروا الكمون. ندير توابل الدجاج تاعي وندير فلفل هذا ما فوالا دوكا نطيبهم مع فو فيف ونعاودو نتلاقاو. شوفوا الخضره تاعي كيفاش طاحت تلقت ماها غطيتها وخليتها فو فيف. قلت لكم باش ما تطلقش بزاف الماء باسكو كي تطلق الماء لوغو يتبدل. ندير شويه ملح دوكا هكذا بيسك عندنا درنا الرز درنا له الملح ونزيد المعدنوس ونخليها تكمل الطيب. اللي يحب في هذه المرحله يدير زيتون ولا كورنيشون ولا المايس انا ما عنديش ديروا واش عندكم وخلوها طيب الخضره تاعكم. ما بيد الرز تاعنا ثاني طيب. هاوليك الرز تاعنا بعد ما طاب شوف طب مفركت نفرغوا لهنايا الصوص تاعو طابت. انا ما خليتوش ينشف لي بزاف باسكو علاش دوك الرز على بالكم كل ما نخلوه يزيد ينشف. شوفوا لا كولور ديالو خرجت هايله بزعفران بصح توجور نقول لكم اللي ما يحبش حاجه ما يديرهاش. اللي ما يحبش زعفران ما تحبش زعفران ولا ولادها ما يحبوهش ولا ما ديرش زعفران. Vous n'êtes pas obligé que mes collègues dérouent l'idée à 100%. Et on a des communautés que l'on a dit qu'il m'a dit. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Rose Hegdaya est une fricette vraiment. Je vais vous montrer. La sauce d'Yelna. La sauce d'Yelna pour les légumes. Je vais vous montrer. Je vais vous du feu. Je vais vous montrer. Je vais vous شوفوا دوك دقتها بنتي ما تقدرش تعرفوش من لي ليغوم اللي راهم فيها. علاش قلت لكم ديروا لي ليغوم ما تخافوش مولاتكم ما ياكلش اللفت ما ياكلش هادي خاطرش علاش كي تفوت تدبال هكذا ويكون لو فو فيف ما يقدروش يعرفوا واش فيها. ونخلطوا الرز ديالنا هكذا مع لي ليغوم هادوما دوك يتشربهم نستناو عليه يا ربي 5 مينوت مول ما نخلطوه كما يقولوا نكهات تنسجم برك ونسير بيوه وتاكلوه ان شاء الله بالصحه. ولهنا شويه هكذا نتلاقاو تاعنا بعد ما طاب شوفوا راهو الريحه تشهي وشوفوا الحبيبات ديالو كيفاش راهم مانيفيك. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم. شوفوا كيفاش راهو مفركت كما وريت لكم قبيله. شوفوا الحبات مفركتين جيسبيغ ميبانو لكم. هكذا نتمنى تجربوه ويعجبكم ويعجب وليداتكم ان شاء الله. تحتاجوا حاجه تسيبوني سيغ لي جروب فيسبوك لما العايله تبسم يروح السم ولا غسيت ايكونوميكي رابيد سينو سيغ ما باج انستغرام كويزين ليلى زيان وبيان راني فتحت لي بنتي يوم باج في تيك توك تسيبوني تاني كل تما. ما تنساوش تدعموني بلابونمون تشاركوا مع اصدقائكم ديروا لايك لا فيديو وتخلوا لي تعليق تاعكم في اليوتيوب. هكذا نقول لكم صحه فطوركم اون كوم فوا والله يفرقنا بلادنا ان شاء الله.